مشاهدي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج عين على واشنطن. في هذه الحلقة نتحدث عن تراجع الدعم الدولي من غطاء جوي واستراتيجي في وقت يشهد فيه العراق عمليات أمنية واسعة في صلاح الدين، التي قيل أن عملياتها ستستغرق أسبوعا واحدا، إلا أنها وبعد أسابيع توقفت عند بوابة تكريت، وأيضا محافظة الأنبار التي يقع معظمها تحت سيطرة التنظيم المتطرف داعش، والموصل التي أطبق عليها التنظيم منذ العام الماضي. هذا التنظيم الذي يشاغب في كركوك تارة، ويشاغب على الحدود مع إقليم كردستان تارة أخرى. عن هذه المواضيع وغيرها نلتقي اليوم مع اللواء الركن الدكتور نجم الجبوري، الباحث والخبير الاستراتيجي في مركز نيسا التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية. فمرحبا بك دكتور. يا أهلا وسهلا بك، وبداية أرحب بك ومشاهدي قناة تغيير. وقبل ما أبدأ بإجابة أي سؤال، يعني أود أن أنوه أنه ما سوف أتحدث به هو وجهة نظري الشخصية، وليست بالضرورة تعبر عن وجهة نظر المؤسسة اللي أعمل بها. طيب، لكن لربما عامل الخبرة هو الذي دفع بنيسا أن تختار جنرال عراقي في ضمن طاقم باحثيها، ممكن تحدثنا عن هذا المركز؟ مركز نيسا للدراسات الاستراتيجية أحد المراكز التابعة لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، ومجال اهتمام هذا المركز هو منطقة غرب آسيا ومنطقة جنوب آسيا، منطقة الشرق الأدنى ومنطقة غرب آسيا. هذا المركز يركز على التعاون الأمني بين الدول الموجودة في هذه المنطقة، وتعزيز العلاقات بين قادة هذه المناطق من أجل خلق بيئة أمنية جيدة طاردة لكل أنواع الإرهاب، و إيقاف التهديدات العابرة للحدود. طيب سيادة اللواء، دعنا نتحدث عن تراجع الدعم الدولي، يعني أو التريث الدولي في دعم العمليات الأمنية في العراق، ما السبب باعتقادك؟ باعتقادي أنه الموضوع ليس بهذه، يعني بهذا الشكل، يعني أو التوصيف أنه هناك تراجع بالدعم الدولي أو الإسناد الدولي. أنا أعتقد معركة تكريت لها خصوصية معينة. الأمريكان ذكروا أنه الحكومة العراقية لم تطلب منهم إسناد جوي في هذه المعركة، وأيضا أعتقد الأمريكان هم لا يريدون أن ينخرطون في معركة ظهر من خلال وسائل الإعلام أن هناك الكثير من المستشارين الإيرانيين موجودين في هذه المعركة على الأرض. الدعم الدولي أنا يعني إحنا نشاهده موجود في شمال العراق، وأيضا تنفذ ضربات جوية في مناطق الأنبار موجود، ولكن خصوصية معركة تكريت و أيضا هناك هاجس أمريكي، لأنه تدري هذه المعركة مرات تقبل الخطأ، وقد حصلت أخطاء، يعني انضربت قوات صديقة في معارك من قبل القوات الجوية للتحالف، فحتى لا تفسر بهذا الشكل. وأيضا الحكومة العراقية لم تطلب خاصة في هذه المعركة من التحالف الدولي أن يسندها جويا، أعتقد اقتصر أو توقف الدعم الدولي في هذه المعركة.
طيب الدعم الدولي، لربما نتحدث عن الغطاء الجوي، لكن أيضا جنابك أشرت إلى موضوع مهمة وهي وجود المستشارين الإيرانيين. في ذات الوقت الجنرال بيترايوس في وقت سابق كان تتحدث عن يعني موضوع جل في الأهمية، وهو الخوف من أن تنساق الأمور باتجاه طائفي، وفوق ذلك تحدث الجنرال ديمبسي عن ضرورة أن تعمل الحكومة أو القطاعات الأمنية العراقية على أن تسير هذه المعارك في الأجواء الصحيحة وإعادة الأهالي. هل هذه التصريحات تعكس مدى تخوف الأمريكيين من المنح الطائفي للميليشيات المرافقة لربما؟ شوف أخي الكريم، الأمريكان دائما ينظرون نظرة بعيدة، لا ينظرون للأمور بنظرة قصيرة، وربح معركة ليس معناه أنه أنت راح تربح الحرب. فلسفة مقاتلة التمرد والإرهاب هي غير فلسفة قتال الجيوش النظامية. هذه المعارك من يربح الناس هو اللي راح يربح المعركة في النهاية وعلى المدى البعيد. ولذلك الأمريكان، أنت تعرف قوات الحشد الشعبي اشتركت في عدة معارك بالعراق، وسمعنا أنه ضمن هذه القوات الحشد الشعبي هناك ناس سيئين قاموا بأعمال في المناطق، مناطق جرف الصخر أو في ديالة، وكان لها انعكاسات كبيرة يعني على نفسية الناس اللي موجودة في تلك المناطق، أو في على نفسية الناس الموجودة الآن في صلاح الدين، وممكن في الموصل، المناطق الأخرى اللي مسيطر عليها من قبل. إذن هي تأثير نفسي سلبي على مكون عراقي كبير. أكيد أكيد. إحنا يعني أنا لو تسألني عن وجهة نظري الخاصة، يعني ممكن يكون في المناطق المسيطر عليها داعش، ممكن أن يكون دور الجيش العراقي هو الدور الأكبر، وأيضا يساند من قبل العشائر الموجودة. الحل برأيي لا يختزل بالعمليات العسكرية، لابد أن يكون هناك حل سياسي يوازي الحل العسكري، ولابد أن تكون هناك تطمينات لأهالي تلك المناطق من أجل أن تحرم عدوك أو تحرم الإرهابيين من أي حاضنة في هذه المناطق لهم، ومن أجل أن تخندق الناس الموجودة أن تقف معك. يعني الآن تكريت إدمان قيسة يعني بالموصل، الموصل يمكن عشرات المرات أكبر من تكريت، وعدد السكان الموجودين في الموصل عدد كبير، ثاني أكبر مدينة في العراق الموصل. هل ممكن نحررها اعتمادا على القوة الجوية واعتمادا على الأسلحة الساندة من مدفعية وغيرها؟ هذا صعب جدا. لابد أن نخلق بيئة تساعد في تحرير هذه المدينة أو غيرها من المدن، بتهيئة الجو، بتهيئة القبول للقوات اللي راح تقتحم هذه المناطق. يعني باعتقادك أنه عزوف الأهالي عن مساندة القطاعات القادمة لتكريت هو سبب لربما قد يكون مهم، إن لم يكن مباشر في يعني توقف العمليات العسكرية؟ لا، شوف أنا عندي معلومات، يمكن وكثير من الناس عندهم معلومات، يعني تكاد تكون المدينة يعني شبه خالية من المدنيين، ولكن باعتقادي تقدير موقف لم يكن سليم من قبل قد يكون بعض المخططين لمعركة
تكريت كانوا يصوروها أنه معركة سهلة جدا وممكن عندما تخطوا قرى ومدن خارجية أنه راح تكون معركة تكريت أيضا سهلة. ولكن احنا لابد أن نعترف يعني أنه داعش أيضا لديها من العقليات العسكرية ومن المخططين موجودين، ولذلك حرب الشوارع حرب المدن مثل تكريت حرب ليست نزهة وليست سهلة، ولا يمكن أن تخاض بسرعة، لابد أن يكون هناك تخطيط، لابد أن يكون هناك جهد هندسي كبير لإزالة العبوات، لابد أن تكون هناك قوات مدربة بشكل ومهيئة بشكل كبير على حرب الشوارع. فباعتقادي القطاعات اللي دخلت يعني تكريت شافت من الصعوبة أنه تجتاز كل هذه العبوات الناسفة والألغام، وأيضا أن تتخطى السنايبرز قصدي يعني القناصين بسهولة. لذلك هذه حرب يراد لها قوات مدربة خاصة على هذا القتال. في موضوع القوات المدربة والتأهيل، هل تعتقد أنه العمليات في تكريت ومعركة تكريت وإن كانت القوات ما زالت على مشارفها كانت رسالة إيجابية أم سلبية للولايات المتحدة؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية حسب اعتقادي يعني شوف هناك صراع بين إرادتين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على أرض العراق. الكل يطمح سواء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون العراق الحليف الأول يعني بالنسبة إلى يعني باعتقادي أنه لا يمكن أن تتقبل الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة وجود قوات إيرانية داخل العراق، لأنه هذا مؤشر على أنه هناك مستوى من التفاهم ومستوى من النفوذ الإيراني كبير. فلا أعتقد يعني وجود يعني مستشارين إيرانيين أو وجود قطعات من إيران هو مدعاة فرح أو سعادة الأمريكيين، لا أعتقد ذلك. هناك من تحدث عن أنه إيران قامت ب في الآونة الأخيرة بنشر صواريخ في العراق، لربما جزء منها صواريخ اعتراض وما إلى ذلك، هل تعتقد أنه يعني هل نوقش هذا الموضوع في الولايات المتحدة؟ هل تجري مناقشته؟ اعتراض ماذا؟ يعني قد تكون صواريخ اعتراض جوي حتى. مستحيل. أنا أعتبر يعني من الغباء أن تستخدم أي صواريخ من إيران ضد الطائرات الأمريكية. هذا أمر ليس، هذا إعلان حرب. لا يعني هناك من يتحدث عن أنه نشر هذه الصواريخ هو يأتي في إطار ما تقوم به إيران في العديد من المناطق لتأمين نفسها، خصوصا لربما أنه الملف النووي في إطار تصاعد، يعني لربما إن لم ينتهي الجميع إلى اتفاق في نهاية آذار مارس هناك احتمالات كثيرة، مع استبعاد الاحتمال طبعا العسكري لحد الآن. لا أعتقد أنه الإيرانيين بهذه السذاجة وبهذه البساطة، لا أعتقد ذلك. الملف النووي أنا باعتقادي أنه يمكن أنه راح يتوصلون إلى نوع من الاتفاق على دخول المفتشين أو ما شابه ذلك، والمفاوضات الآن الجارية لم تصل إلى باب مسدود، وبالعكس ما نسمع من تصريحات من الممكن أن يكون هناك اتفاق يعني معين بالمرحلة الحالية. ولذلك لا أعتقد أنه إيران تفكر يعني أو ممكن أن تكون يعني
ليست بهذا المستوى، يعني ليست بهذا المستوى من التفكير أن تعترض أو تستخدم أسلحة لغرض تهديد طائرات التحالف أو طائرات الولايات المتحدة الأمريكية سواء داخل العراق أو في منطقة الخليج أو غيرها. الورق النجم أجبوري، دعنا نذهب إلى فاصل، فاصل ونعود لك. مشاهدي الكرام مرحبا بكم من جديد، هذه عودة مرة أخرى إلى اللواء الركن نجم الجبوري والحديث لربما عن التداعيات الأمنية وما يجري في العراق. فتح أكثر من جبهة في آن واحد، جبهة في صلاح الدين، أخرى في الأنبار، ولا ربما متعددة، جبهة الأنبار في الغرب وفي الرمادي وباتجاه مناطق لربما الشرق، الأنبار منها القرمة، في ظل الحديث عن ضعف ينتاب القوات العراقية، هل ترى أنه من الإيجابي أن تفتح أكثر من جبهة، أم أنها حرب استنزاف من قبل داعش أو جر لقوات الجيش العراقي إلى مناطق ليست بحاجة أن تدخلها الآن، وإنما أن تركز باتجاه أهداف محورية؟ يعني أنا أعتقد يعني هناك يعني داعش الآن ليست داعش قبل سنوات عندما كانت تحت قيادة الزرقاوي، داعش الآن اختلفت، داعش لديها قادة عسكريين يخططون، اختلفت يعني الآن هي أقوى. نعم هي أقوى بالتخطيط وبالمعارك وبتنفيذ المعارك، يعني هذه معارك ليست من تخطيط، الناس ليس لديهم خبرة عسكرية كبيرة، لا هذا تخطيط متغير بشكل كبير عما كنا نعرفه عن داعش قبل. هذه نقطة. قسم من هذه المعارك يفرض على الجيش العراقي لأنه هم يريد يخففون الضغط في مكان ما، لذلك يفتحون جبهات أو يقومون بالتعرض على أماكن أخرى، لذلك اضطر الجيش العراقي في أماكن أخرى. نعم اضطر الجيش العراقي للرد عليها يعني. وقسم هي جبهات بالأساس مفتوحة، يعني منطقة الرمادي، القرمة أو غيرها، منطقة الفلوجة، منطقة البغدادي حديثة، هذه هي جبهات بالأساس مفتوحة. يعني البغدادي على سبيل المثال القوات العراقية حررتها في بادئ الأمر يعني ووضعت فيها قوات، هناك من قال أن هذه القوات لم تكن كافية فالتف عليها داعش مرة أخرى وقتل الجنود العراقيين، وعادت القوات مرة أخرى وأعطت من الشهداء ومن الجرحى لتسيطر على هذه المنطقة. لا تعتقد أن هناك لربما مثل ما ذكرت جنابك، إن لم نقل سوء تخطيط فهو لربما حساب غير دقيق لقوة الرد والعمليات؟ لا مو هي، شوف انت من 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 تحرر منطقة لابد ان تكون عندك قوات كافية لمسك الارض، يعني ما يجري بالرمادي يعني خاصة منطقة البغدادي وغيرها، يعني انا باعتقادي لحد الان لم نصل إلى الدرجة اللي نقدر نحشد الجهد العشائر بشكل كامل مع قوات الجيش حتى تمسك الأرض، على الأقل تمسك الأرض معاهم. احنا نعرف أنه الجيش العراقي تعرض لانتكاسة كبيرة في حزيران، ونعرف أن هناك يعني حقيقة نقص كبير في الأسلحة والأعتدة موجود، ونقص حتى في الأعداد، لذلك هذا اللي يصير لأنه ما عندك القطعات اللي مؤهلة أن تمسك الأرض وتمسك خط دفاعي بحيث تمنع هؤلاء من 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 الرجوع والسيطرة على المكان. أنا باعتقادي أنه لابد من التأجيل بفكرة تسليح العشائر
السنية وأن يكونون خير ظهير للجيش العراقي في هذه المناطق، لأنه هذه المناطق هي مناطقهم وهم يعرفونها بشكل جيد، وهم أيضا سبقوا أن قاتلوا مثل هذه التنظيمات. هل هناك وجهة نظر أمريكية تؤكد على هذا الموضوع؟ والله الأمريكان بالنسبة لهم يعني هم يعني عندهم استعداد لتسليح العشائر، ولكن ينتظرون موافقة الحكومة العراقية حول التسليح هذا اللي أعرفه. يعني أنا حتى من إجى يعني الجانب الأمريكي يريد يدعم، وهناك اعتراض لحد الآن من الجانب ما أعتقد اعتراض، يعني هو الوفد يعني ما ممكن أن شنو الشيء اللي ممكن أن نسمي به هذا الموضوع من حزيران مثل ما وصفتها بعد الانتكاسة للأسف طبعا وبمرارة انتكاسة الجيش العراقي، ما حد راضي يسلح العشائر بهالطريقة هذه. أنا أعتقد الحكومة العراقية ليست لديها الإمكانية حاليا أن تسلح العشائر. لكن جنابك قلت أنه الجانب الأمريكي ممكن يسلح العشائر بموافقة. الجانب الأمريكي أبدى استعدادا لهذا، وطلب من العشائر أن يكون يعني تجهيزهم بهذه الأسلحة مشروط بموافقة الحكومة العراقية، وأعتقد يعني تحصيل حاصل أنه راح تكون هناك موافقة للحكومة العراقية. أعتقد على المدى ما أقدر أقول القريب لكن ليس بعيد أنه راح نشوف أنه طيب هناك مساعدة أو تجهيز لهذه العشائر. طيب بذات الموضوع اللي ممكن نتحدث عنه، يعني تحدثت عن أنه لحد الآن الحكومة لم تستطع أن تحشد العشائر، لماذا كان هناك نجاح أيام الصحوة في ما سمي بالصحوة بقيادة المرحوم الشيخ الشهيد عبد الستار أبو ريشة؟ كان هناك نجاح لهذه القوات العشائرية وطردوا تنظيم القاعدة في حينها، واليوم يعني هناك لربما مشكلة كبيرة. المشكلة بدأت ويا بعد انسحاب الأمريكان. يعني أنت تعرف ملف الصحوات كان بيد الأمريكان بالبداية، يعني هم اللي ساعدوا على نشوء الصحوات. لكن للأسف الحكومة العراقية السابقة ما كانت عندها نظرة بعيدة. حال ما انسحبوا الأمريكان حاربت الصحوات. كثير من قادة الصحوات، تقصد حكومة المالكية؟ أكيد. كثير من قادة الصحوات يعني زجوا في السجون، وكثير من المقاتلين في الصحوات بقوا بدون رواتب، وكانت مشاكل على هذا الملف يعني وعود 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 إلى أن اضمحلت وانتهت الصحوات، وهذا برأيي كان خطأ كبير جدا. من يتحدث عن تسليح العشائر لربما يوصم بطائفية في هذه الأيام في هذه الفترة، وهناك من يقول أن هذه العشائر التي خرج كثير منها لربما معترضا على سياسة الحكومة أو سياسات الحكومة السابقة ليس أهلا لتقديم هذا الدعم والتسليح. لا، شوف، هي المسألة يراد لها تنظيم. يعني نعم احنا نسمع انه قسم من العشائر يعني مثلا وزارة الدفاع ساندتها بأسلحة وكذا، وقسم منها للأسلحة وجدت طريقة للسوق السوداء او غيرها يعني. بس المسألة يعني احنا لابد ان تكون هناك قوة من هذه العشائر من ابناء هذه المناطق من اجل تحرير هذه المناطق ومن أجل طرد الإرهابيين. لابد، يعني مسألة مهمة جدا. يعني من الآخر أنه بدون مساندة هذه العشائر الأمن ما يرجع المناطق؟ لا أبدا. يعني هذه مثل الحرث بالبحر، تحرث بالماء. طيب نعود إلى قضية
الموصل. الموصل جرى الحديث عن أنه هناك استعدادات لاستعادة الموصل وأفواج من أبناء المحافظة نينوى أقصد من كافة الأطياف، بالإضافة إلى استعدادات تبذل لمساندة القطاعات العراقية البيشمرقة اللي هي قوات حرس الإقليم، يعني على استعداد لأن تتحرك من جهة الشمال. لكن ما أن بدأت عملية أو عمليات صلاح الدين باتجاه تكريت حتى لربما خف الزخم من هذه الاستعدادات، هل تعتقد أن ما جرى في صلاح الدين ورغم الترويج له لم يكن بالمستوى المطلوب، لربما كان هناك يعني أثار مخاوف وحفيظة القادة العراقيين؟ ما أعرف يعني إيش تقصد بالضبط. بالضبط إنه ما جرى في صلاح الدين بعد يعني التفاؤل بأن تكون الفترة قصيرة بمواجهة داعش وطردهم، جرى التريث في عمليات الموصل لاستعادة تحرير الموصل. تعتقد إنه لربما خف الزخم بسبب المخاوف، بسبب ما أبداه لربما داعش من لربما قوة في التنظيم، أو ما لربما ما أبدته القوات العراقية من سوء بالتخطيط؟ لا ما أعتقد هذا، بس اللي أعتقده أنه الآن ثقل الدولة وجهدها العسكري والسياسي كله منصب على معركة تكريت، لأنه معركة تكريت حقيقة يعني تعني الكثير للحكومة العراقية. يعني لماذا؟ باعتبار أنه معركة بدون غطاء جوي من التحالف الدولي وبدون مساندة، وهذه قد تعيد شيء من الاعتبار الكبير للجيش العراقي والقوات المتجحفلة معه في. لكن الترويج الآن يجري لميليشيا الحشد الشعبي أكثر من ترويج للجيش. لا قطاعات الجيش، احنا حتى لا نكون يعني قطاعات الجيش مشتركة في هذه المعركة، والجيش العراقي ده ينطي شهداء. يعني أن تقول مشتركة غير أن تقول لربما هي اللي تقود الأمور. يعني اللي يطلعون على شاشات التلفزيون أكثر أنه هم قادة ميليشيا أكثر من أنهم قادة جيش. يعني مثلا هادي العامري مثلا قائد ميليشيا العصائب اللي ظهر باجتماع مع قادة إيرانيين، نشوف قاسم سليماني لربما قاسم سليماني الصور اللي ظهرت عنده أكثر من الصور اللي ظهرت لوزير الدفاع العراقي. أكيد، بس يعني هذا ما يلغي أبدا ما نلغي دور الجيش العراقي، لكن احنا نتحدث عن الخوف من لربما التفاؤل الزائد بهذه العمليات أن يؤثر على عملية قادمة هي أكبر بعشرات المرات. لا ما جنابك، أنت طرحت السؤال أنه يعني بالنسبة لمعركة الموصل خف الحديث وخف هذا، يعني أنا جوابي أنه ثقل الدولة الآن كله متوجه إلى معركة صلاح الدين وتكريت، والسبب أنه هي معركة الموصل بالتأكيد لا يمكن أن تبدأ، يعني من الصعب أن تبدأ معركة الموصل وأنت لم تحسم معركة صلاح الدين. يعني فلذلك أتصور يعني الهواجس اللي ذكرتها جنابك هي لأنه أكو معركة كبيرة وليست معركة هامشية في صلاح الدين، ومعركة يعني إذا لم يربح الجيش العراقي والحكومة العراقية فهذه كارثة. اللي يتخوف الأمريكيون لطالما طرحوا موضوع التخوف من ممارسات طائفية وما إلى ذلك، حرق منازل، قتل، كذا، ونشرت هذه المقاطع وتناولتها المؤسسات الإعلامية الأمريكية الكبرى وحتى منظمة هيومن رايتس واحتجاجات كبيرة. هل يتخوف الأمريكيون من تغيير واقع ديموغرافي في صلاح الدين؟ في صلاح الدين يعني قد تكون الأمور أصعب من ديالة. يعني نعم، يعني احنا نسمع في منطقة السامراء أو غيرها يعني المناطق القريبة على قضاء دي جي ال أو غيرها أنه هناك يعني ممارسات من أجل أنه يكون هناك تغيير ديموغرافي، لكن هاجس الأمريكيين هو الخوف من الحرب الطائفية.
هاجس الأمريكيين أن تكبر أو تتجذر الحاضنة للإرهاب. وهذا مسجل بتقارير عند يعني أنا قلت لك الأمريكيين ينظرون بعيد، الأمريكان نظرتهم أبعد من أنوفهم، ينظرون بعيد للأمور. يعني إحنا لا تأخذنا العواطف العراقية وأنه أمريكان وأمريكان، لا، الأمريكان هذه نظرتهم، نظرتهم للأمور واستقرائهم. وطبعا هذا ما جاي من فراغ، يعني احنا عندنا مراكز دراسات بالعشرات هنا تدرس دقائق الأمور يعني وتحلل، و يعني مثل الطبيب الجراح اللي يشخص المرض ويقوم بعملية، يعرفون انه هذه المسائل تؤدي الى كوارث. ولذلك انا صار يعني الدكتور حيدر العبادي حاول كل جهوده يعني معركة صلاح الدين ان يضغط بشكل كبير انه لا تكون هناك عمليات حرق للمنازل او عمليات من قسم من الناس السيئين في سبيل انه تثير سكان المنطقة. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أتقدم لك إلا بالشكر الجزيل سيد اللواء نجم الجبوري، وأنت الباحث والخبير الاستراتيجي في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية. شكرا لكم مشاهدي الكرام، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى وبرنامج عين على واشنطن.